فيلا فيلا يعني فيرتشوال يعني لا وهميه او ما اصح الفيلان بتدي ميزه للسويتش انها ممكن تعزل بعض الناس عن بعض الناس يبقى ده فلان وده فلان وكان ده يعني هم صح في نفس يعني كان دايما السويتش بيعبر عن يعني كل الناس اللي متوصله عليه في نفس الليله نفس الشبكه يعني حتى عامل لو قلت يعني راجل اي بي 10.001 10.002 10.003 10.004 10.005 10.006 ده لو بنج على ده يرد عليه على فكره ده سويتش ده لو بنج على ده يرد عليه طب ده لو بنج على ده يرد عليه يرد كلهم بيردوا على بعض طالما كلهم في الشبكه 10 يردوا على بعض تمام طيب قال لك لا والله انا عايز اعمل يعني في قسم عندي عايز اعمل قسمين قسم مبيعات وقسم مثلا صيانه الناس دي تقدر تكلم بعضها والناس دي تقدر تكلم بعضها لا ده يقدر يخش على ولا ده يقدر يخش على ده لان كان في فعلا ساعات بتحصل مشاكل تلاقي الناس بتوع المبيعات مثلا يخشوا على الاجهزه بتاعت الصيانه دول مش عارف حاجات يمسحوا لهم ملفات ولا يدفعوا لهم ملفات ولا لا انا عايز دول يبقوا لهم شغلهم خاص بيهم وهم شايفين بعض ودول برضه شايفين بعض لا ده يعرف يكلم ده ولا ده يعرف يكلم ده قال لك عليك بيه الفيلان عليك بايه؟ هتخش على البورت ده وتقول له انت في فيلان 10 وانت في فيلان 10 وانت في فيلان 10 كل الناس اللي في فيلان 10 تشوف بعض يعني ايه فيلان 10؟ الغرفه رقم 10 تفتكر كل الناس اللي قاعدين في الاوضه بتاع القاهره من الاوضه دي رقم 10 كلنا مش احنا قاعدين في الاوضه رقم 10 مش كلنا شايفين بعض طب جنبنا الاوضه رقم 20 في ناس هناك يعني احنا شايفينهم بس هم شايفين بعض بس احنا نقدر نتكلم مع بعض وهم يقدروا يتكلموا مع بعض بس احنا ما نعرفش نتكلم معاهم ايه ان انا اخلي الناس دي في فيلان والناس دي في ايه؟ في فيلان لا ده يشوف ده ولا ده يشوف ده ازاي الكلام ده؟ بس ده تقول لي ده 10 واحد و10 2 واحد يا عم ده في نفس الشبك مش مشكله ايه المشكله يعني؟ انا عملت لهم عزل كامل بالظبط كده وكاني ايه؟ وكاني قطعت السويتش لسويتشين معزولين عن بعض وصلت دول على سويتش وصلت دول على سويتش يعني كده بمعنى اصح الناس دي شايفه الناس دي دلوقتي؟ لا انا قطعت الكابل ده. دول شايفين بعض، دول شايفين بعض، بس مش شايفين. بس انت كده عملت ايه؟ قطعت السويتش بتاعتك بتاعك لسويتشات ثانيه صغيره. وكل سويتش صغير عليه شويه اجهزه. بس كل سويتش صغير معزول عن السويتش الثاني. يبقى الغرض من عمل الفيلان ايه؟ ان انا بعزل ناس عن ناس. اخلي الناس تشوف بعضها والناس الثانيه تشوف بعضها والناس دي ما تعرفش تكلم الناس دي. فاهم يعني ممكن واحد يجي يقول لك والله انا عندي قسم في الشركه بتاعتي، قسم الدعايه، قسم المبيعات. انا مش عايز دول يبقى لهم تعامل مع حد يعرف من هنا يبعت هنا او حد من هنا يبعت هنا. اقول له خلاص خد سويتش واعمل عليه فلان. لا ده هيشوف ده ولا ده هيشوف ده. هتقول لا طب ازاي الكلام ده؟ طب انا لما كنت بجيب السويتش ما كناش بنتك في حاجه زي كده يعني كان كله شايف بعض. الفكره كلها انك لما بتجيب السويتش سيسكو اللي معاك ده كان ال 24 بورت بتوع السويتش كلهم في فيلان واحد. هو السويتش لازم يبقى جاي عليه فلان. السويتش لازم يبقى جاي عليه فيلان. كل البورتات كانت متسكنه في فيلان واحد. حتى ساعات حتى مش ساعات فيلان واحد بيسموها نيتف فيلان. الفيلان الام. الفيلان الام. يعني ايه الام؟ الذي تحتوي جميع البورتات. بعد كده انت ممكن تجهز فيلان 20 فيلان 30 فيلان 70 اللي انت عايزه وتحط البورتات اللي انت ايه؟ اللي انت عايزه. ازاي الموضوع ده بيتعمل؟ ازاي الموضوع ده بيتعمل؟ قبل ما اقول لك الموضوع ده بيتعمل ازاي خليني اوريك او نكمل شرح. فهمت الاول يعني ايه فيلان؟ طريقه من طرق لعزل ناس عن ناس على نفس السويتش او على سويتشات. طيب مش بس ما ينفعش يبقوا كلهم ما ينفعش يبقوا شبكتين مختلفين يعني برضه في نفس الشركه حتى لو في شبكتين مختلفين يعني زي الراوتر زي ايه؟ الراوتر بيعمل وبيوصل شبكات مختلفة ماشي راوتر بيوصل انا عايز اعزل دول اصلا انتوا مش شايفين بعض عايز اعزلهم
ماشي. طيب انا اقول لك على حاجه قبل ما اكمل شرح. بورد السويتش مش ممكن يوصل على جهاز، ممكن يوصل على سويتش تاني. بورد السويتش هكتبها كده هنا. طيب بيسموا البورد اكسس بورد لو بورد السويتش متوصل على بي سي، بيسموه ترانك بورد لو بورد السويتش متوصل على سويتش تاني. يعني اذا بورد السويتش هو ليه مسميين بيبقى في حالتين، يا اما يكون اكسس يا اما يكون ترانك. امتى يكون بورد السويتش اكسس؟ لو متوصل على جهاز كمبيوتر. طب امتى يكون ترانك؟ لو متوصل على سويتش تاني. طيب خلينا نرسم رسمه ونتناقش. يبقى انت عارف بس الحالتين دول، خلينا نرسم رسمه ونتناقش. بص يا اسألك سؤال، البورد ده اكسس ولا ترانك؟ البورد ده اكسس ولا ترانك؟ البورد ده اكسس. البورد ده اكسس. البورد ده اكسس. البورد ده اكسس. هنعمل الحاجات دي اوريكم ازاي تعملوها اكسس بالكونفجريشن ان شاء الله. ولكن اللي انا عايز اقوله، تفتكروا لو الراجل اللي في بلان 10 اللي هو الجهاز ايه ده؟ وده بي وده سي وده بي وده اف. تفتكروا الراجل ده لو حد بيبعت معلومه لكل الناس اللي في بلان 10 تمشي ازاي؟ هتروح كده؟ خد بالك الراجل ايه؟ عايز يبعت معلومه لكل الناس اللي في بلان 10، لكل الناس اللي في بلان 10. هتوصل لبي؟ هتوصل لده؟ هتوصل لده؟ اه اللي في بلان 10. طيب ما في راجل هنا في بلان 10 المفروض انها توصل له. طب واذا حبت توصل له المفروض انها توصل لمين؟ صح؟ المفروض انها توصل لبورت 7 اللي هو ترانك. عارفين الكابل ده بيسموه ايه؟ بيسموه ترانك لينك. كابل ترانك لينك كابل واصل ما بين سويتشين. هتوصل لبورت 7 صح الكلام؟ وتنطلق عبر بورت الترانك المعلومات بتاعت بلان 10 صح الكلام؟ بلان 10 وتعدي تعدي 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 لغايه الراجل. طب لو الناس بتاعت فيلان 20 حبوا يكلموا بعض، اكيد لو في حد هنا في نفس السويتش فيلان 20 اكيد المعلومه هتروح له، الى جانب انها هتروح برضه للبورت الترانك، والناس برضه بتوع فيلان 20 هيعدوا لغايه ما توصل للناس هنا. وكذلك الناس بتوع فيلان 30. يبقى افهم من كده ان بورت الترانك هو بورت يشترك في جميع الفيلانات. هو بورت تمر فيه كل الباكتس اللي في كل الفيلانز. ماشي كده؟ ايه يا عم النظام ده؟ هو الفيروس ده ولا ايه؟ خلاص كده؟ يبقى اذا هو ايه؟ بورد تشترك في جميع الفيلانز. او هذا البورد يشترك في كل الفيلانز. مفهوم؟ هات ده ايه؟ البورد بتاعك. يبقى اذا
ايه الفرق ما بين البورت الاكسس يشترك في لان واحده بس، اما البورت الترنك يشترك في الجميع. كلهم ممكن يخرجوا من نفس البورت في نفس الوقت. كلهم ممكن يخرجوا من نفس البورت في نفس الوقت. كلهم ممكن يخرجوا من نفس البورت في نفس الوقت. يخرجوا من نفس البورت اللي هو الترنك ده في نفس الوقت. ايه المشكلة؟ يعني قصدك ده يخرج وده وده في نفس الوقت؟ مفيش مشكلة، أهم حاجة الباند ويدث بتاع الجنب ده. مفيش مشكلة، الطريق واسع. بس في مشكلة هنا عايز أناقشها معاك. الراجل ده لو حب يبعت معلومة لكل برودكاست يعني لكل الناس اللي معاه في نفس الجرام 10، هتوصل لده صح؟ هتوصل لده ولا لا؟ هتوصل لده؟ وتفضل ماشي هنا لغاية هنا وتيجي هنا للبورت 5، مش بورت 5 ده ترانك؟ أي مشترك في كل الفلانات؟ تبص تلاقيه يبعتها كده ويبعتها كده ويبعتها كده لكل الناس اللي في نفس الجرام. لكل الفلانات أصلا. طب وده عيب ولا صح؟ عيب، يعني المفروض توصل لنا بس. ونظرا لان المعلومه كانت جايه للراجل اللي هو ده اللي هو مشترك في كل الفيديوهات فبعتها هنا وهنا وهنا. كذلك برضه نفس المشكله، لو الراجل بتاع فيلان 20 حب يبعت برودكاست توصل لكل الناس اللي في فيلان 20 هتروح لترانك، لان ترانك مشترك في كل الفيديوهات. وتعدي هنا وتعدي هنا وتيجي البورت 5 اللي هو برضه ترانك. ويبعتها كده مش كده بس وكده لكل الناس. الاقي يا عم انا عايز الناس بتاعت فيلان 10 تروح لها بس المعلومه بتاعت فيلان 10. الناس بتوع فيلان 20 تروح لها المعلومه بتاعت فيلان 20. قالوا خلاص في تكنولوجيا جديده هنعملها الا وهي التاجنج ختمه. والداتا خارجه من هنا لو في فيلان 10 هنديها ختمه كده ان هي ايه؟ شفت الترافيك؟ بص الداتا بتبقى خارجه هنا. قال لك انا هزود بس خانه في الداتا كده اسمها فيلان اي دي. هيتحط فيها رقم الفيلان هنا، لو في فيلان 10 تخرج مكتوب هنا 10. فتيجي هنا الراجل ده يشوفها فيلان كام؟ يبقى انت المفروض تروحي للناس اللي هم في فيلان 10 تخرجي كده. تمام. فدايما على البورتات الترانك بنستخدم نوع من بنسميه تاجنج. ختامه بتعمل ايه؟ والمعلومه خارجه من هنا بتتختم انها في فيلان 10 او في فيلان 20 او في فيلان. تيجي هنا الراجل ده يعرف ان الختم ويشيل الختم ويعدي. فبيحصل هنا تاجنج. ده بالظبط بتاع عارف انت يا جماعه في الحكم ده الجماعه الاندونيسيين لابسين اخضر الختم بتاعهم كده شعر ابيض، الجماعه المصريين مثلا لابسين اصفر، كل قافله كده عامله نفسها زي ايه؟ زي موحد كده ماشيين بيه. هو ده بالظبط اقصد بيه التاجر، ان كل ترافيك هيبقى خارج من فيلان 10 هيبقى مخدوم بالايه؟ بالرقم ده يعدي هنا ويوصل بعد كده للناس بتوع فيلان 10، الناس بتوع فيلان 20 مفيش مشكله، يبقى حتى لو كلهم خرجوا في نفس الوقت مفيش مشكله. بتاع 10 يروح لفيلان 10، بتاع 20 يروح لفيلان 20. في ختمتين بنستخدمهم لعمل التاجنج ده. طبعا كل ده تعمله بالكونفجريشن. الختمه الاولانيه اسمها اي تريبل اي 802 دوت 1 كيو، والختمه الثانيه اسمها اي اس اي. الاي تريبل اي 802 دوت 1 كيو مشهوره اصلا اسمها دوت 1 كيو. دوت 1 كيو ماشي كده؟ الختامه اللي هنا يا ابو حميد اسمها يعني ايه؟ لو عملت انا الختم لو استخدمت الختامه على البورت ده، ما هو طالما البورت ترانك لازم تحدد نوع الختامه اللي عليه ايه؟ فتقول له دوت 1 كيو وتيجي هنا برضه تقول له ايه؟ ما ينفعش هنا دوت 1 كيو هنا اي اس ال. طب ايه الفرق ما بين الاثنين؟ برضه هنا اي اس ال هنا اي اس ال. ايه الفرق ما بين الاثنين يا عامر؟ الفرق ان ده سيسكو 2 بلاتين. يعني ايه؟ لا يعمل الا على سويتشات سيسكو بس. تابع على الاي دي اس اللي التاني ده دوت 1 كيو ده اوبن ستاندرد شغال على كله. يعني مثلا لو انا جبت سويتش جينيفر وجبت سويتش سيسكو انا اوصل ما بينهم بكابل، الكابل ده ترانك، هتعمل بقى الانكابسوليشن ايه؟ دوت 1 كيو ولا اي اس ال؟ والله لو كله سيسكو ممكن تخليه اي اس ال مفيش مشكله. انما لو كده لا كله دوت 1 كيو. وجرت العاده اصلا ان كله بيتعمل دوت 1 كيو. تمام كده؟ يعني انت حتى بتتكبر مع الاثنين حلوين والاثنين شغالين والاثنين جمال استخدم الايه؟ الدوت 1 كيو.
وبالتالي هنا بالمنظر ده بنلاحظين بالمنظر ده الناس اللي في فيلان 10 هتشوف الناس اللي في فيلان 10 والناس اللي في فيلان 20 هتشوف الناس اللي في فيلان 20. طب سؤال عام ده لو بنج على ده يرد عليه عامل؟ طب ده لو بنج على ده يرد عليه؟ طب ده لو بنج على ده؟ ايوه شفت انا عزلتهم بالرغم ان هم على سويتشات مختلفه بس عزلتهم. فاهم حاجه؟ اديك بقى العامل بتاعها نعمل شوط عامل كده. سويتش اهو. مش كده يا جماعه؟ وصل. مش كده الكروس ممكن اوصل كده بورت 10 هنا بورت ايه؟ 10 براحتك اي بورت يعني. بس انا ممكن اعمل كده اوبشن صح كده يا شباب ولا الدنيا هنا بتنفع ممكن نشارك ممكن كمان نلون يعني ايه الولد عم عامل شفت الناس اللي بنفس البلانه بدون نفس اللون ازاي؟ عايز ادي مثلا لون تاني وليكن لون ازرق حط اللايفات بقى الحلقه هي طبعا انا مش محتاج اكتب بدوي لاحظوا ان انا ما جبتش سيره رواد خالص لغايه دلوقتي مش سيره سويتشات واجهزه لسه ما جبتش سيره رواد بس هو المفروض كده في شبكه الفلان حتى لو انا لغايه دلوقتي المفروض يعمل كل شيء ببعض ولا ايه؟ يعني انا دلوقتي لو افتح الجهاز ده دلوقتي وبنكت على 10 3 يرد علي؟ طب لو بنكت على 10 7 برضه يرد عليا، ليه بقى يا عم عامر؟ لأن كل البورتات في الحالة دي فيلان واحد، إزاي؟ لو أنت وقفت على الراجل ده، على السويتش ده، واستخدمت الأمر المحترم ده، نيمو، قول له شو فيلان، وريني الفيلان، شو فيلان، الأمر ده جميل أوي. أضغط إنتر؟ لو ضغطت إنتر يا عامر، يقول لك إيه بقى بص، في عندك فيلان 1 والديفولت فيلان كل البورتات متسكنه في فيلان واحد.
طبعا في فيلات محجوزه 1002 و1003 و1004 و1005 دول سيبك منهم، دول محجوزين مالناش دعوه بيهم. يعني انا معاك لما تيجي تكريت فيلان معاك من رقم 2 لما ال 1001 تمام، ابعد عن الايه 1002 و1003 و1004 و1005. المهم لاحظ معايا الحته دي. طيب انا اقول لك على حاجه، المفروض انا عندي بورت واحد، المفروض ان انا عندي فيلان. بصوا كده لو نخلي الفيلان دي نسميها فيلان كام؟ فيلان 10 مثلا، يبقى دي كمان فيلان كام؟ دي فيلان 20، دي فيلان 10. تحبوا اسمها يبقى ايه؟ هنسمي فيلان 10 نسميها مثلا دول الجماعه بتوع الاتشار مثلا يعني. طب فيلان 20 دول الجماعه بتوع السيلز مثلا. والمطلوب ايه؟ المطلوب في الواجب اللي انت مديه ده، المطلوب ان الجماعه الناس بتوع فيلان 10 اللي هم الاتش ار يشوفوا بعض، والجماعه بتوع فيلان 20 اللي هم السيلز يشوفوا بعض. بس لا السيلز يشوف الاتش ار ولا الاتش ار يشوف الايه؟ اعمل الموضوع ده ازاي؟ اروح منين؟ كالتالي، مش ده بورت واحد وده بورت اثنين؟ اعمل ايه يا شباب؟ اقول لكم فيديو، قول له انترفيس فاست 0/1. هو البورت ده يا جماعه اكسس ولا ترانك؟ والنبي ايه؟ اللي وصل على الجهاز ده اهو اكسس. بورت ده اهو بورت فاست 0/1 اللي هو وصل على الجهاز ده. طالما وصل على الجهاز عامل يبقى ايه؟ اكسس. يبقى تقول له ايه؟ هو اكسس. تقوم تقول له سويتش بورت مود اكسس. يا بورت انت اكسس. تمام؟ اكتب يلا. تشكيلك ها؟ سويتش بورت مود اكسس. تقوم ضغط انتر. طيب المفروض ان هو فيلان كام؟ 10. المفروض كنا نكاري، المفروض ان احنا كنا نكاري فيلان 10. طب تكاري فيلان 10 ازاي؟ قبل الحركه دي تاني. اكاري فيلان 10 ازاي؟ اقول له فيلان 10 انتر. كده كريم الفلان 10. طب عايز تديها اسم؟ نيم اتش ار. طب عايز اكلم فلان 20 اقول له فيلان 20 انتر. هم قال له النيم بتاعها سيلز. ماشي كده عامر؟ لو انت عملت كنترول زد يا عامر وقلت له شوف فيلان، ايه الاخبار يا عم عامر؟ 10 كريم ده طبعا واحد ما زالت موجوده لان دي الام من فيلان 10 موجوده اهي و20 موجوده. بس هل فيلان 10 فيها بورتات؟ هو كاتب لك اكتب بس ما فيهاش بورتات، كذلك 20 ما فيهاش، ده اللي هنعمله. طيب انا عايز اعمل ايه؟ عايز احط بورت واحد وبورت اثنين في فيلان 10. طيب اقوم عامل ايه؟ اخش على بورت بورت. اقول له كونفيتي، هنعيد الحركه اللي انا عملتها ثاني. انترفيس فاست 0/1. هم قايل له بقى ايه؟ سويتش بورت مود اكسس. طب عايز اقول له انت فيلان 10، اقول له سويتش بورت اكسس فيلان. خش فيلان كام؟ ملاحظين يا جماعه ان البورت بقى بني، عندما ينتقل البورت من فيلان الى فيلان فانه يعود يمر مره اخرى بالليسننج ستيت والليرننج ستيت والفورمنج ستيت، ياخد حوالي 30 ثانيه عشان ايه؟ طيب لسه بورت كام يا عامر؟ فاست 0/2 يا عامر. اقف عليه قول له انترفيس فاست 0/2 سويتش بورت مود اكسس. سويتش بورت اكسس فيلان 20 يا عم. انا شفت الغلطه 10 برضه، مش الراجل ده فيلان 10؟ ارجع اكتب 10 تاني. انا عايز اشوف الشغل اللي انا عملته. شوف فيلان كنترول زد شوف فيلان. ايه الاخبار يا عم عامر؟ بورت واحد واثنين بقوا فين؟ حلو الكلام؟ طيب واحد كده ابن حلال يعمل لنا بقى بورت 3 وبورت 4. اخش طبعا على بورت 3 واقول له سويتش بورت مود اكسس. سويتش بورت اكسس فيلان 20. وارجع اخش على بورت 4 سويتش بورت مود اكسس. سويتش بورت اكسس فيلان
20. قال لا افهم من كده. لو انا عندي اقول لكم حركه سريعه حلوه، طب افرض انا عايز اخش البورتات دي كلها اكسس وفيلان، مثلا عندي 10 بورتات في فيلان 20، هدخل على كل بورت كده اعمل له كده ارامي انت اكسس وفيلان 20، ممكن اقف على البورتات كلها في نفس الوقت. يعني الواحد يقول لي انا عايز اعمل بورت 3 وبورت 4 في نفس الوقت، اقول له كده بص في امر ظريف قوي لازم تتعلمكم تكتبه، قول له انترفيس رينج، ضيف على رينج الفتحات من فاست 0/3 مسافه ماينس وليكن مثلا 20. عارفين ده هيقف على البورتات من اول كام لكام؟ من 3 لغايه 20. كام بورت بقى؟ هقول 17 بورت. ممكن تعمل عليهم نفس الاكشن مره واحده. لا يا عم انا عايز لغايه كام؟ هم 3 و4 بس. هقول له يا عم لغايه ايه؟ فاست 0/3 مسافه ماينس 4. لازم يكونوا متسابقين. ورا بعض. لازم يكونوا ورا بعض. والا بقى لو عايز تنقطهم في حركه برضه ثانيه بتعملها دي. 3 و يعني في بس هم ايه؟ لازم يكونوا ورا بعض. شوف لما اضغط انتر كتب لك ايه يا عامر؟ اي اف رينج، يعني انت واقف على مجموعه فتحات مش على فتحه واحده. ودول بيقول له ابو حميد ايه؟ سويتش بورت مود اكسس. سويتش بورت اكسس فيلان 20. ايه الاخبار؟ البورتين يتحولوا مره واحده بدل ما ارجع اعمل واحد وارجع اعمل الثاني. لا يا عم انجز. طيب لسه مين يا جماعه البورت ده؟ مش البورت ده المفروض اخليه ترن؟ فاست 0/10 قول له انترفيس فاست 0/10 قول له سويتش بورت مود ترن. ايه رايك؟ سويتش بورت مود ترن. طب سؤال، احنا اتفقنا لما البورت بيبقى ترن الانكابسوليشن بيبقى ايه؟ يا اما دوت 1 كيو يا اما اي اس ال. اولا الامر اللي بيحولهم من دوت 1 كيو لاي اس ال مش موجود في السيميليتور ده، ولكن اذا كتبت على الراوتر سويتش بورت مود ترانك وضغطت انتر يتحول البورت الى ترانك ومعمول بالدوت 1 كيو. الديفولت بتاعه هو دوت 1 كيو. تمام كده؟ واحد يقول لي طب انا عايز اتاكد انت مش حاطط سويتش بورت مود ترانك؟ اه يا عم. لو انا عملت كنترول زد قلت له شوف فيلان اتفرج كده بورت واحد وبورت اثنين في فيلان كام؟ بورت ثلاثة وبورت أربعة في فيلان كام؟ أيوه بورت 10 فين؟ بورت 10 ده المفروض إن هو الترانك؟ فين بورت 10؟ راح فين؟ اختفى فعلا بيختفي لأنه في دلوقتي ترانك. طب عايز أشوفه فعلا بيختفي بيختفي من كل الفيلانات المفروض كان في فيلان 1. عايز تشوفه قول له شو لا شو انترفيس ترانك وريني الفتحات ترانك شو انترفيس ترانك. تضغط انتر بقول لك ايه بقى فاست 0/10 البورت ده ترانك تو معمول له انكابسوليشن بال 802.1 ايه وحالته ترانكينج. هو كان فين؟ كان في النيتف فيلان كان في فيلان 1. طب مشترك يا ترى مشترك في كام فيلان ده؟ برضه 1/0/10 مشترك في كام فيلان؟ 1 و10 و20 في كل الفيلانات اللي اتكلمت على السويتش. ماشي كده الكلام؟ فهمت راح فين بقى بورت ترانك؟ خلصت شغل على السويتش ده؟ دبليو ار سيد. اللي ما خدش باله بقى من السويتش ده ياخد باله من السويتش الثاني. خد بالك يا عم احمد؟ طبعا ده بورت واحد وده بورت اثنين المفروض انهم في فيلان 10. طب ما برضه كاري فيلان 10 كاري فيلان 20. قول له نيبل قول له كونف دي قول له فيلان تريد الفيلان الاول فيلان 10 والنيم بتاعها كام؟ نيم اتش ار فيلان 20 والنيم ايه؟ خلاص الكلام؟ طيب كلام جميل كلام جميل. طب عايز اعمل بقى ايه؟ عايز اخش على الفتحات دي من واحد واثنين اعملهم مع بعض اقول لهم انتوا في فيلان 10 اكزيت قول له انترفيس رينج فاست 0/1 مسافه ماينس 2 سويتش بورت مود ايه؟ اكسس سويتش بورت اكسس فيلان كام؟ فاهمين يا جماعه؟ ان هم في فيلان 10 تاني الناس دي زمانها دخلت في فيلان 10 حولت يعني. طب بورد 3 و4 اقول له ايه؟ انترفيس
رينج فاصل 0 سلاش 3 مسافه ماينس 4 اه مفيش 0 قول له ايه بقى سويتش سويتش بورت ايه قول اكسس سويتش بورت اكسس ميلان كام ماشي حولهم اهو لو انت عايز تقوله كمان لسه كمان بالمره بقى نعمل بورت ده البورت ده كام هنا فاست 0 سلاش 10 برضه قول له انترفيس فاست 0 سلاش 10 قول له سويتش بورت مود ايه تروني لو انت عملت كنترول زد وقلت له شو فيلان ايه الاخبار بورت 1 و2 برضه نفس الكلام بورت 3 و4 نفس الكلام بورت 10 اختفى 9 11 على طول لو عايز تشوفه قول له شو انترفيس تمام مثال انا كده خلصت اللاب بتاعي افتكروا يا جماعه الجهاز ده كان بيبنج على 10 3 صح؟ ده كان بيبنج على 10 3 افتكروا هيفضل يبنج على 10 3 ها؟ اه ليه؟ نفس الفيلان شغاله ايه؟ طيب من شويه كان بيبنج على 10 7 بس 10 7 ده الفيلان 20 وجهازنا الفيلان كام؟ تفتكروا هنشوفه ايه الاخبار؟ عزلتوهم دلوقتي اصبح الجماعه الصفر هم بس اللي شايفين بعض والجماعه الزرق هم برضه بس اللي شايفين بعض فهمت يعني ايه الفيلان؟ فهمت ايه الفكره منه؟ انا عايز اعزل الناس عن الجهاز فاهم حاجه؟ اخر حته اقولها لك بس تاخد العمل بتاعها ان شاء الله بكره تاخد النظر بتاعها بكره اللي بعد العيد ان شاء الله مش الحصه الجايه هتبقى ان شاء الله اخر حصه في السوق شكل اتاخر شويه سكيل 9 ان شاء الله اللي هي 9 9 ان شاء الله 9 9 الساعه 1 ونص ميعاد 1 ونص حلو فعلا لما بدي ميعاد بعد اللي هو 2 ونص ده الناس بتبقى عامله ايه بقى؟ الناس بتبقى جايه يقول لك انا هصلي هصلي بورسعيد واللي بيصلي الدمياط يقول لك هصلي الحق بدل ما اجي انتظر هنا لا انا اصلي واركب تحس اني اضيع الوقت بدل ما اضيع انتظار طيب فميعادنا 1 ونص حلو انا شايف ان 1 ونص الناس بتصلي هنا بتعمل حساب انها تصلي في المنصوره اه بيجوا بدل يصلوا في المنصوره وبعد كده ايه ياخدوا الحصه ونروح برضه بدل فان شاء الله ميعادنا برضه 1 ونص خلي عامر ربنا كرمه وراح الكويت ماشي يا عم عامر فالمهم هم هناك في كفيل برضه كلام منا طيب الكفيل الكويتي كفيل خلاص ها؟ ما عادش كفيل الكويت خلاص طيب عامر هنسفره السعوديه مش المهم عامر سافر الكويت يا جماعه واشتغل في شركه حلو الكلام الشركه دي فيها حوالي 100 سويتش 100 سويتش باختلاف وضعهم فالمهم جه وادي المدير قال له والله يا عامر عايزين ايه؟ تعمل لنا نكريت حوالي 50 فيلا طبعا عامر انا طبعا كريت الفيلات ازاي؟ انا كان عندي فيلان 10 20 وقفت على السويتش ده كريتهم واديتهم اسماء وقفت على السويتش ده كريتهم واديتهم اسماء طب لو عامر عنده 100 سويتش هيعمل ايه؟ هيقف على كل سويتش يكريت كل الايه؟ كل الفيلانة صح الكلام؟ لو عندك 50 فيلان يا عم عامر هتعمل ايه؟ هقف على كل سويتش فيلان 1 2 3 لغايه 50 وهكذا السويتش الثاني وهكذا السويتش الثاني. طبعا عامر تعب جدا. اه كتير. هيكتب كام امر عامر؟ 50 امر هنقول مثلا ان كل فيلان هكريتها بامر واحد. 50% يبقى 50 امر في كام سويتش؟ في 100 سويتش؟ 5000 امر. ايه رايك في اللي يخليهم لك 50 بس؟ سويتشات كلهم؟ لا ده انا مش هكريتهم على السويتشات لا 50 بس على كله بدل ما اقف على كل سويتش اعمل موضوع لا ده انا هعمل سويتش فيهم سيرفر وهكريت عليه والباقي يتكريت
والسيرفر يبعت لهم لينك الريبو كذا مش اسهل؟ طيب يا عامر بقى المشكله بقى في الاضافه والمسح. جه الراجل قال له ايه يا عامر عايزينك تضيف فيلانس كتير. عامر هيعمل ايه؟ هيوقف على كل سويتش يكريت فيلانس تمام؟ هما 100 سويتش يقف على كل سويتش ويكتب امر متعبه صح؟ ايه رايك في اللي خلاك تعملها مره واحده من على سويتش واحد يا عم؟ اسهل صح؟ جه الراجل قال له يا عامر عايزين نمسح فيلان 50. قال له يا عم انا ايه اللي جابني يا عم؟ انا كنت قاعد في مصر انت دوب يا دماغي بقى له امسح فيلان 50. فطبعا عشان عامر يمسح فيلان 50 على السويتشات كلها هيقف على كل سويتش ويمسح فيلان. ايه رايك في اللي يخليها لك مره واحده توقف على سويتش واحد فيهم في ال 100 سويتش تمسح من عليه ال 50 تتمسح من على الكل؟ هي دي فكره حاجه اسمها في دي فيلان فانكينج بروتوكول. الفيلان ترانكينج بروتوكول برضه تعتبر سيسكو سيسكو بروبريتر سيسكو بروبريتر ماشي. طيب يعني لا تعمل الميزه دي ما بتشتغلش او ما بتشتغلش الا على رواتر سيسكو بس على سويتشات سيسكو بس. طيب ايه الميزه؟ هي على فكره الموضوع ده اوبشنال يعني عايز تعمله اعمله مش عايز تعمله براحتك انت كده كده تقدر بس الموضوع هيفرق معاك في الوقت الموضوع هيفرق معاك في الوقت. وميزه حاجه زي كده انها تستخدم في الشبكات الضخمه الكبيره حتى هم كاتبين كده في البدايه لما بيجي يتكلم لك عن حاجه زي كده بيقول لك ان لارج اورجنايزيشن في تي بي شود بي يوز يعني في المؤسسات الكبيره اللي فيها سويتشات كتيره يفضل انك تستخدم الفي تي بي. يعني يقوم يقول لك ايه السويتشات بتاعتك مش انت عندك سويتش 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 قال لك مثلا ده دومين قال لك يبقى اذا عشان تعمل بقى في تي بي هنعمل حاجه اسمها في تي بي دومين فهنسمي الدومين ده وليكن اي تي سي ده اسم الدومين يا عم. يبقى اذا عشان تعمل موضوع الفي تي بي ده بقى الموضوع ان انا بدل ما اقف على كل سويتش اكريت ال 50 فيلان لا انا هحط السويتشات كلها في البدايه في بدايه التركيب وكده احطهم كلهم في دومين اقول لهم الدومين بتاعك اسمه اي تي سي اللي هو اسم مثلا المكان اللي احنا فيه. طب وبعدين؟ ممكن اقف على السويتش ده واقول له ان السويتش ده ايه؟ السويتش في الفي تي بي دومين واحد من ثلاثه. سويتش في الفي تي بي دومين واحد من ثلاثه، اما انه يكون سيرفر واما انه يكون كلاينت واما انه يكون ترانسبيرنت. اما انه يكون سيرفر واما انه يكون كلاينت واما انه يكون ترانسفيرنت. خلينا في السيرفر والكلاينت وسيبنا من الترانسفيرنت دلوقتي. يفضل ان يبقى عندك سيرفر واحد بس وبقيه السويتشات كلاينتات كلها كلاينت كلاينت كلاينت. طيب لو انا عايز اكريت فيلان عايز اكريت فيلان خمسه بقف على السيرفر خدت بالك يا عم رامي بقول له فيلان خمسه كريت لي فيلان خمسه قمت الكريت ليه بقى؟ مجرد ما بتدي الامر للسويتش السيرفر ده بيبدا يطلع حاجه من عنده حاجه اسمها كده في تي بي مسج في تي بي مسج. يوم ايه اللي يحصل؟ يبدا يبعتها الفي تي بي مسج دي بتقول ايه؟ يا ناس كريته فيلان خمسه تيجي لده يكريت فيلان خمسه يكريت فيلان خمسه يكريت فيلان خمسه يكريت فيلان خمسه مفيش اي مشكله. اي حد غير اي حد شوف عمل ان شاء الله المره دي ولو اديتها اسم اتكريت على الناس الثانيه بنفس الاسم فيلان خمسه واسمها مثلا ان شاء الله. مش كده وبس لو حبيت تمسح فيلان خمسه يبقى تقف على السيرفر وتمسحها. طب واحد يقول لي هل ممكن يبقى في اكثر من سيرفر في نفس الدومين؟ مفيش مشكله عايز تعمل سيرفر ثاني مفيش اي مشكله. ده سيرفر برضه
طب افرض انا عايز اكلم فيلان خمسة، اقف على السيرفر ده وكلم فيلان خمسة، عايز امسح فيلان خمسة اقف على سيرفر على اي، ممكن تقف على ده وتمسح، ممكن تضيف ستة تقف على السيرفر ده تضيف ستة، عايز تمسحها تقف عليها تقف على حتة وتمسح. الفكرة كلها انك تقف على اي سيرفر وانت بتضيف او انت بتمسح. انما لو جيت تقف على كلاينت قلت له ضيف فيلان خمسة اقول لك اسف سيدي لا يمكن اضافة فيلان او مسح فيلان وانا في الكلاينت، انا كلاينت مانيش سيرفر. ماشي فهمت ال فهمت الفكرة. طب دي لو انا عايز اضيف على كل السويتشات، لو انا عايز اعمل سويتشات او سويتشات لا ما ينفعش. خليني اعمل دومين تاني عشان بس تبقى حاجات مرتبه. وهنسمي الدومين التاني ده مثلا هنسميه دايت سي، خلينا نسمي الدومين التاني ده يو تي سي. ها؟ قصد اقول دي شركة ده مكان وده مكان، يعني ده مكان وهنخلي عامر يمسك الادارة بتاعت الناس دي ونوصلهم برضو ببعض، وهنخلي احمد يمسك الادارة بتاعت السويتشات دي. ابو حميد انا عنده سيرفر كلاين تطبق كلاين كلاين كلاين. طيب السؤال يا جماعة، لو انا وقفت على السيرفر بتاع عامر اللي هو اي بي سي وكلمت فيلان خمسة تتكلم هنا 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 تتكلف هنا ليه؟ ليه ما تتكلفش هنا؟ لان الفي تي بي مسج بتقول يا مبعوته كده بتقول يا جماعه اللي في الدومين اللي اسمه اي تي سي كلمته فيلان خمسه، فتيجي لده تقول له والله يا حبيبي انا مش في الدومين اللي اسمه اي تي سي، انا في الدومين اللي اسمه يو تي سي، انا في مكان تاني، انا دومين تاني اسم الدومين بتاعي غير الدومين بتاعك، او خلينا نقول ان اسمه عشان بس ما يحصلش تشابه هنسمي الدومين ده سيسكو، فتقول والله ده انا في الدومين سيسكو، انت في الدومين اللي انا مش شايفه. طيب فرضا ان انا عايز اكلف فيلان خمسه هنا يبقى اعمل ايه برضه؟ مضطر ان اقف على سيرفر يا عم احمد واكلف فيلان خمسه عليه، تقوم تتكلف هنا تتكلف هنا تتكلف هنا. طيب فرضا ان كلفت فيلان خمسه وجيت ضفت الجهاز ده فيلان خمسه وجيت ضفت برضه الجهاز ده فيلان خمسه، شفت القلم عارف انت صوت الاخر عارف انت صوت البالونه الزرزقه الزرزقه ده فيلان خمسه تمام. وجيت برضو كريت فيلان خمسه وقفت على السيرفر ده وكريتها هنا وكريتها هنا وده فيلان خمسه. تفتكروا يا جماعه الراجل اللي فيلان خمسه ده في الدومين اللي اسمه اي تي سي هيشوف الراجل اللي فيلان خمسه ده في الدومين اللي اسمه اي تي سي؟ صح؟ في نفس الدومين. طب تفتكر الراجل ده يشوف الراجل ده؟ في نفس الدومين. طيب السؤال بقى تفتكر الراجل ده يشوف الراجل ده؟ كلهم فيلان خمسه وده صفر وده صفر. السؤال دلوقتي قلت لي ده هيشوف ده ده هيشوف ده، هل ده هيشوف ده؟ مش واصلين الشبكتين الدومينين واصلين بشبكه هيشوفها. ايوه الله يفتح عليك وده رد كويس يا عم، هيشوفوا فعلا بعض هيشوفوا بعض يا رحمن. ليه بقى؟ واحد يقول لي ده في دومين وده في دومين، ايه المشكله؟ الدومين حبيبي لما اتعمل اتعمل لما تيجي تقف على السيرفر وتكريت الكريات هتتم لغايه فين؟ مين السويتشات اللي هتكريت عليه؟ حدود مين هيتكريت عليه ومين مش هيتكريت عليه؟ المهم دول اتكريت عليهم فيلين خمسه، فاضطريت اقف على سيرفر تاني وكريت فيلين خمسه هنا فتتكريت على الكل. جيت ضفت الجهاز ده فيلين خمسه وجيت ضفت الجهاز ده فيلين خمسه، اما لانهم يشوفوا بعض الاثنين في نفس الفيلان يا راجل. والشبكه دايمه موصله ما بينهم الاثنين في نفس الفيلان، ايه المانع انهم ما يشوفوش بعض؟ هيشوفوا بعض. ولا معانا هيشوفوا بعض. ده بالنسبة للايه؟ للفي تي بي دومين. طيب فهمت انت الفرق ما بين السيرفر والكلاينت؟ لسه انا ما اتكلمتش عن الترانسميرا. ترانسميرا توقع عنده. انت فهمت الفرق ما بين السيرفر والكلاينت تمام؟ ايه ما اتكلمتش انا عن الترانسميرا. ايه بقى الترانسميرا؟ تخيل ان انا جيت خليت السويتش ده خليته ايه؟ ترانسميرا. ايه بقى فكره الترانسميرا؟ الترانسميرا ده سويتش رئيس بمعنى صح كده لو عايز تكتب صندوق العربي رئيس جمهوريه نفسه، يعني لا بياخد اوامر من حد ولا بيدي اوامر من حد. يعني لو الراجل ده كريت فيلان خمسه تتكريت هنا 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 تتكريت هنا لا، بس خد بالك انا جدع
انت مش بعت لي بي تي بي مسج تقول لي كريت لها عندك، انا مش كريت عندي لان انا ما باخدش امر من حد، بس انا هعديها لك لان في ناس ورايا محتاجه انها تشوف ان انا 5 كلاينت هعديها لك، فالناس دي تتاثر بيا انما انا لا. الراجل ده طب افرض انا كريت هنا، طب انا عايز اكريت بين الخمسه على الترانسفير اقف عليه كريت، عايز اقف على السيرفر وامسح بلان خمسه هتتمسح منها كل الا الراجل ده لانه ما بياخدش امر من حد. تمام كده؟ يعني لا بياخد امر من حد ولا بيدي امر لحد. ايه ميزه الترانسفير؟ الفكره كلها بقى لو انا عايز اعمل كل الناس الشبكه الشركه بتاعتي كلها في 10 ولا 20 ولا 30، انا عايز اعمل فيلان للمديرين فيلان 99 مثلا، يبقى اخلي السويتش ده ترانسفير وكاريت عليه فيلان 99 واضيف الناس فيه. يعني لو افتح سيرفر وكاريت فيلان 99 لا انا عايز السويتش ده يختص بالفيلان دي عليها الناس دي بس. هم كاريت فيلان 99 على الناس دي خلاص. على جانب طبعا ترانسبيرنت له استخدامات اخرى في السي سي ان بي هيبقى هيتم ذكرها، بس دي المعلومه اللي يعني ايه ممكن في الجهاز. فهمت الفرق ما بيننا وما بيننا دي ان شاء الله فيها لاب، بس الحصه الجايه ان شاء الله هنعمل الحصه الجايه مع بقيه الايه الجزء بتاع السويتش. انا خلصت اللي انا عايز اقوله. انا خلصت طبعا ان شاء الله الحصه القادمه.